أبطال رابعة ابتدائي، أهلا بيكم. قعدنا مع شرح مادة الدراسات الاجتماعية، المنهج الجديد الممتع الجميل. حد سأل نفسه يا ولاد ليه لون علم مصر أحمر وأبيض وأسود وفي نسر من جوه؟ طب ليه احنا عاملينه كده؟ طب الدول التانية عاملة العلم بتاعها بشكل مختلف، طب ليه احنا شكل علمنا كده وليه شكل العلم بتاع الدول التانية كده؟ أول حاجة، العلم ده بيدل على رمز للدولة، يعني كل لون فيه وكل رمز فيه بيدل على حاجة معينة. يعني مثلا تعالى نمسك العلم المصري بتاعنا، أحمر وأبيض أسود وجواه نسر، ختم النسر. طيب العلم، علم أي بلد ده بيرمز لتاريخ البلد والتراث بتاعها. يعني إيه التراث بتاعها؟ يعني الإيه، الموروثات بتاعتها، وكل جزء فيه في معنى خاص بيه. نلاحظ ان علم مصر على شكل ايه؟ على شكل مستطيل، ويتكون من 3 الوان. اول حاجه بيتكون من اللون الاحمر والابيض والاسود. طب الاحمر ده بيشير لايه او يعبر عن ايه او ليه خليناه احمر؟ ده بيعبر عن مرحله النضال ودمال الشهداء من اجل الحريه. طبعا انتوا عارفين ان مصر خاضت حروب كتيره جدا وكان فيها احتلال كتير، فطبعا كان في نضال من الشعب او جهاد من الشعب ضد الظلم وضد الحكام الظالمين وضد الاستعمار والحروب اللي قامت بها مصر. فعشان كده حطينا لون احمر، ده رمز لدم الشهداء من اجل الحريه. واللون الابيض ده بيعبر عن السلام اللي دايما مصر بتسعى اليه. دايما مصر تسعى للسلام، زي ما كان الرئيس انور السادات يعني عمل سلام مع اسرائيل، فدايما مصر تسعى للسلام. واللون الاسود يعبر عن الظلم اللي تعرضت ليه مصر في فترات الاستعمار. انت عارفين ان مصر احتلتها دول كتير جدا زي انجلترا وفرنسا، وكانت عاشت فترات ظلم كتيرة جدا. فمصر اللون الاحمر يرمز للون دماء الشهداء ومرحلة النضال من اجل الحرية، والابيض من اجل السلام، والاسود اللي هي فترة الظلم اللي اتحطت فيها مصر. طيب ايه النسر ده؟ وسط العلم نسر لونه اصفر ذهبي، ده مأخوذ من نسر صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي ده كان دايما نسره لان النسر ده رمز قوة، فالنسر ده بيرمز الى قوة مصر وعراقة حضارتها. طبعا عشان خاطر العلم ده يعتبر رمز للدولة، فهو بيترفع على كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. يعني المفروض كل حاجة حكومية تتلاقي فيها مرفوع عليها علم، والسفارات والمواقع السياحية وفي المؤتمرات والمناسبات الرسمية، وتلاقيها ممكن تلاقيها على وسائل المواصلات والدولية وزي الطائرات والحتت دي والحاجات دي كلها، لأن العلم بيرمز للدولة. فأي حاجة تخص الدولة المفروض العلم بيترفع عليها، وكمان العلم موجود في مدارسنا. طيب إيه المظاهر اللي موجودة اللي بتخلينا نحترم العلم، أو إيه الحاجات اللي بتقول إن إحنا فعلا بنحترم العلم؟ أول حاجة، احترام العلم ده واجب وطني، يعني لازم كلنا نحترمه لانه رمز للدوله بتاعتنا، رمز لمصر. عشان كده في الدستور المصري، والدستور ده يا اولادي عباره عن حاجه بتحدد القوانين واللوائح اللي المفروض ان احنا نمشي عليها، وتوضح حقوق الانسان وحقوق المواطن ومسؤولياته وواجباته. فاكدت الماده 223 من الدستور المصري سنه 2014، يعني الدستور بتاع 2014، عن ان اهانه العلم المصري جريمه يعاقب عليها القانون. يعني لو حد اهان العلم المصري دي جريمه كبيره بيعاقب عليها القانون. وطبعا واهم السلوكات اللي تعبر عن احترام بلدنا ان احنا الوقوف باحترام اثناء تحيه العلم في المدرسه او غيره، المحافظه عليه، رفعه عاليا، دايما نحطه فوق الحاجات بتاعتنا، فوق بيتنا، فوق مدرستنا، فوق اي يعني مكان عالي. عدم الكتابه او الرسم عليه، خلي بالك من الحته دي، عدم الكتابه. ما تقولش مثلا اكتب جملة مثلا احب وطني، ما تكتبهاش على العلم لان العلم مقدس، فما ينفعش ان احنا نكتب عليه. وعدم لمسه للارض، ما نحطوش في الارض، او ابتلاله بالماء، وعدم تمزيقه او حرقه. كل الحاجات دي لازم نعملها، يعني لازم الحاجات دي ما نعملهاش عشان نعبر عن احترامنا للعلم. اول حاجة نقف باحترام، نحافظ عليه، رفعه عاليا، عدم الكتابة أو الرسم عليه، وعدم لمسه الأرض أو ابتلاله بالماء، وعدم تمزيقه أو حرقه. يصاحب تحية العلم النشيد الوطني، بلادي بلادي، دايما بنقولها في المدرسة. النشيد بلادي بلادي ده ألفه الفنان الشاعر محمد يونس زمان.
ولحن التتر بتاعه الفنان المصري سيد ايه درويش، لحن اللحن بتاعه دايما اللحن اللي بيتقال كده بالموسيقى لحنه سيد درويش، وكتب النص نفسه دوت مين؟ محمد الشاعر محمد يونس. طيب علم مصر يا اولاد ما كانش يعني المفروض هو دلوقتي كده احمر وابيض واسود وجواه نسر، زمان بقى ما كانش كده. هو ايه تطور العلم المصري؟ يعني العلم المصري اتغير عبر مراحل، وكل مره بيعبر عن شيء. احنا قلنا ان العلم بيعبر عن الدوله ويعتبر رمز للدوله ويعبر عن شيء معين. يعتبر العلم المصري مر بمراحل كتير. اول مرحله كانت اي اثناء حكم محمد علي. محمد علي باشا ده مشهور جدا، كان بيحكم مصر من سنه 1805 ل 1867، يعني قعد 62 سنه حاكم مصر. طيب كان العلم بالشكل ده اللي انت شايفه، كان احمر وجواه هلال ابيض ونجمه خماسيه. ده كان نفس العلم بتاع الدوله العثمانيه ما عدا شكل النجم. النجمه دي نجمه خماسيه مش ثلاثيه. فكان شكل العلم الدوله العثمانيه، لان كانت مصر تحت الحكم العثماني، الدوله العثمانيه. بعد كده جه علم الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل غيره، غير العلم ده، كان من فتره 1867 ل 1932. علم الخديوي اسماعيل عمله بثلاث ثلاثة هلال وثلاث نجوم. ليه؟ طب ليه عمله بثلاث هلال وثلاث نجوم؟ لانه بيعبر عن الانتصارات اللي عملها محمد علي اللي هو ابوه في افريقيا واوروبا واسيا. يعني حصل انتصارات، حروب ما بين مصر، او يعني مصر راحت عملت حروب في الدول دي او في القارات دي وفازت فيها. فده بيعبر عن ايه؟ الانتصارات اللي حصلت في انت طبعا دي معلومات عامه، مش لازم انت مش محتاج ان انت تعرفها تحفظها، لكن دي معلومات عامه لازم تبقى عارفها يعني كثقافه عندك. فهو كان حط الثلاث نجوم دول بيعبر عن الثلاث انتصارات اللي حققهم في اسيا وافريقيا واوروبا، وفي نفس الوقت كمان اتحاد الدول اللي هي الاقاليم المصريه. كان في ثلاث اقاليم اساسيه، كانت السودان والنوبه وتعتبر مصر كلها. فكانت دي تعتبر ايه؟ ثلاث اقاليم دول كانوا موجودين تحت الحكم، الحكم ايه؟ الخديوي اسماعيل. جه بعد كده بعديه الملك فؤاد الاول، ده كان من 1923 ل 1952، وحط نجمه هلال يعني اخضر، علم اخضر وفي هلال ثلاث نجوم. طيب ده بيرمز لايه برضه؟ معلومات عامه برضه. يعني ده بيرمز ليه؟ اول حاجه الاخضر ده لرمز ارض مصر الخضراء، والثلاث نجوم والثلاث هلال والثلاث نجوم دول برضه كانوا بيرمزوا للثلاث اجزاء مصر اللي بتتكون منها المملكه المصريه، وهي مصر والنوبه والسودان. تمام. طب جه بعد كده حصلت ثوره يوليو على يد الضباط الاحرار سنه 1952، من 1952 ل 1958 اثناء حكم جمال عبد الناصر، كان علم ثوره يوليو. علم ايه؟ ثوره يوليو. علم ثوره يوليو كان احمر وابيض واسود وجواه نسر، وكان كمان جواه الثلاث نجوم. طيب ده بيرمز لايه؟ طبعا احمر لدماء الشهداء، والابيض لاراده مصر في السلام، والاسود الفترات الصعبه اللي عاشتها مصر، والنسر هو نسر بيعبر عن قوه مصر، واما الثلاث نجوم والهلال اللي في النص دول بيعبر برضو عن اتحاد ايه؟ المملكه المصريه اللي هي مصر والسودان والنوبه. طيب جه بعد كده من 1958 ل 1971 ده علم الجمهوريه العربيه المتحده، مصر وسوريا. مصر وسوريا كانت في الوقت ده دوله واحده، فعشان كده لما اتحدت مصر وسوريا ابتدوا راحوا غيروا العلم، عملوا لون احمر وابيض واسود نفس الرموز اللي احنا قلناها، وحطوا فيه نجمتين، دي نجمه مصر، نجمه لمصر ونجمه لسوريا. بعد كده من سنه 1971 ل 1984 كان علم اتحاد الجمهوريات العربيه. اتحاد الجمهوريات اصبحت مصر وسوريا وليبيا اتحدوا مع بعض، فعملوا علم جديد و احمر وابيض واسود، وده صقر في النص، بس ده مش صقر العادي بتاعنا، ده اسمه صقر قريش، لان دي ايه؟ يعتبر الرمز بتاع الدول دول في الفتره دي، يعني ده رمز ايه؟ صقر ايه؟ صقر قريش.
لان كان في وحده من مصر وسوريا وليبيا. من سنه 1984 وحتى يومنا هذا هو ده علم مصر الحالي، احمر وابيض واسود. الاحمر يرمز لدم الشهداء الابطال، والابيض رمز سعي مصر نحو السلام، والاسود هو الفترات الصعبه اللي تعرضت لها مصر، والنسر هو النسر الذهبي ده اللي هو بيعبر عن قوه مصر. طيب احنا طبعا اتكلمنا على الحته دي كلها وقلنا المعلومات كلها اللي احنا المفروض ندور عنها ونبحث عنها. طبعا بتحرص الدول على وجود علم خاص بيها طبعا، ليه؟ لانه يرمز لعراقتها ويرمز للاثار اللي عندها. طبعا السلوكيات والحاجات اللي احنا المفروض نعملها زي ما قلنا، هو الحاجات اللي احنا المفروض نعملها ان احنا نرفع العلم عاليا والمحافظه عليه، ونعمل تحيه العلم، عدم الكتابه او الرسم عليه، وعدم لمسه الارض او ابتلاله بالماء، وعدم تمزيقه او حرقه. كل الحاجات اللي المفروض دي نخلي بالنا منها. طيب تعال نطبق مع بعض. لو انت جيت عندك في كتابك هترسم العلم المصري وتكتب معنى الالوان الثلاثه زي ما احنا شرحنا، ومعنى النسر اللي جوه. طيب هنا المخطط الزمني، كل علم من دول احنا شرحناه وقلنا من سنه كام لسنه كام. طيب حدد ثلاثه اماكن ترى العلم المصري يرفرف عليها، ولماذا يعتبر رفع العلم فيها ضروري؟ السفارات، الهيئات، الوزارات، كل الحاجات دي، ده ضروري لانه يعبر عن ايه؟ لان العلم يرمز لايه؟ يرمز لمصر. اخر مره شفت العلم فيها امتى؟ قول. كل واحد يعبر بذاته، يعني هي مش حاجه محفوظه. طب تعالى ناخد اسئله بقى، اسئله امتحان دي. صح عمام السلوكات الصحيحه لو تعبر عن احترام علم مصر. طب شراء علم جديد لاحياء احتفالات الوطنيه، حاجه كويسه طبعا، صح. انزال العلم ووضعه بجانبك وانت تقف بحيث يلامس الارض، خطا. ليه؟ لان احنا قلنا العلم ما يبقاش يلمس الارض. كتابه جمله احب مصر بقلم تظليل اسود على علم، اكتب حب مصر دي حاجه جميله. بس خلي بالك احنا قلنا المفروض ما نكتبش على العلم، فجمله احب مصر دي حاجه حلوه لكن ما تكتبش على العلم، يبقى ده غلط، حاجه غلط. زي بالظبط لما تكون انت عايز تكتب حاجه على الحيطه عندك في البيت، ما يصحش. الوقوف تحيه للعلم في مدرستك، صح. طي العلم بعنايه ووضعه بعيدا عن انزاله، تمام، نحافظ عليه. رفع علمك على الرغم من تمزقه، لا غلط. لو العلم مقطوع ما ترفعوش لان ده رمز للدوله، فانت عايز تقول ان البلد ممزقه او فيها خلافات او فيها انشقاقات، ده ما ينفعش. تحرك احد الزملاء اثناء تحيه العلم، ده غلط، المفروض ايه؟ ما يتحركش. طيب ليه بقى بنغير شكل العلم عبر الزمن؟ لان احنا قلنا العلم بيعبر عن رمز للدوله، فكل مرحله بيبقى فيها اختلاف في السياسه والاقتصاد والحاجات دي كلها، فطبعا لازم بتغير العلم. طب اي شكل العلم هو المفضل لديك ولماذا؟ كل واحد يختار ويقول ليه. طيب تعال نشوف كده مع بعض كده بقى دي علم الدول التانية، ندردش كده مع بعض ونشوف الدول، مثلا امثله للدول معينه، يعني مش هناخد دول كتير، ثلاث دول زي مثلا دوله كينيا اللي موجوده في قاره افريقيا معانا. ده العلم ده بيضم 13 شريطا و50 نجم، هي 13 شريط و50 ايه نجمه، طبعا هم متحدين ببعض فمش باينين قوي في الصوره يعني، بحيث تمثل كل نجمه منها واحده من ولايات الاتحاد. هي ده كينيا فيها 50 ولايه، فهم بيحطهم جنب بعض عشان يقولوا ايه عدد الولايات. كذلك لالوان هذا العلم دلالتها، الاحمر للشجاعه، والابيض للنقاء، والازرق للعداله. تمام. طيب علم لبنان، علم لبنان بيتقسم من اربع الوان، اللون الاسود ويرمز للنضال من اجل الحريه، واللون الاحمر يرمز الى الدم الذي ريق في سبيل التحرر من الاستعمار، واللون الاخضر يرمز الى الثروات المعدنيه اللي هو في النص ده. تمام. هنا على فكره في خطا، المفروض هنا يبقى فيه هنا لون اسود. تمام. طيب واللون الابيض ويرمز الى السلام، وتوسط العلم درع ورمحان متقاطعان كرمز للحروب التي خاضتها الشعب في اجل تحقيق استقلال. طب علم الولايات المتحدة الأمريكية، يتكون هذا العلم من لونين، اللون الأحمر ويرمز إلى دماء الشهداء من أجل الاستقلال والتحرير، واللون الأبيض ويرمز إلى الثلج الذي يتراكم على الجبال وهو رمز الصفاء.
والسلام، وتتوسط العالم شجرة في الأرض. هو هنا في واضح إن في لخبطة كتير في الجزء ده، في حاجة مفقودة. يعني خلينا نقول إن العالم أصلا اللي بيتكلم عليه اللي هو ده، أما علم الولايات المتحدة الأمريكية هو مش جايب له شرح، لأن هو بيتكلم هنا عن علم لبنان، وهنا بيتكلم عن علم ده. واضح إن في لخبطة كبيرة حصلت في الجزء دوت. المفروض يبقى إيه؟ يعني هو جايب لك إن أنت بتوصل، يعني مش جايب لك معلومات عامة، يعني مش جايب لك معلومات. فهنا ده يتكون هذا العلم من 4 ألوان، اللون الأسود ويرمز للنضال من أجل الحرية والاستقلال، واللون الأحمر يرمز للدم. يبقى هنا عندك ده العلم ده بتاع دولة كينيا. أما علم لبنان اللي هو ده في النص، وده بيرمز إلى دم الشهداء من أجل الاستقلال والتحرير، واللون الأبيض ويرمز إلى الثلج الذي يتراكم على الجبال وهو رمز الصفاء والسلام، وتتوسط عام شجرة الأرز. أما بقى ده علم الولايات المتحدة الأمريكية أهو، أول واحد. معلش أنا بعتذر لأن أنا ما خدتش بالي إن هو المفروض إن أنت توصل. ده بيضم العلم ده 13 شريط و50 نجمة اللي هو ده، 13 شريط لو عديناهم كده و50 نجمة اللي هم دول، وده علم الولايات المتحدة الأمريكية. الأحمر بيدل على الشجاعة، والأبيض للنقاء، والأزرق للعدالة. طيب طبعا احنا مش محتاجين نحفظ الكلام ده خالص، ان احنا كل الفكرة بس ان احنا نعرف ان الرموز عامة بكل العالم بيستخدمها علشان يبين حاجة معينة. طب ابحث عن دولة معينة عن طريق الانترنت واتكلم عنها، دي حاجة ممكن تعملها انت. اختار اي دولة وشوف العالم بتاعها ودردش فيها، دي قصة معلومات عامة كلها ما فيهاش اي نوع من انواع الحفظ. طيب دي كده نكون خلصنا الدرس الخامس، واشوفكم ان شاء الله في الدرس السادس للعادة القومية، واتمنى لكم كل التوفيق. باي باي.